عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماريا الجبري من الرياض، والآن سأريكم طريقة جميلة للحفاظ على البيئة. نضع الماء، نضع الثلوج والقطن، وبذلك حفظنا على بيئتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد العزيز من الأردن. أنا قاعد بشرب البسس من قبل طعميتين، بس بشربين لازم طعمين طعمتوها تاخذ حسنات واجر كمان. بعدين اذا ما طعمتوهن حبستوهن عادي، يعني اذا ما حبستوهن عادي، بس اذا حبستوهن لا مش عادي. يعني انتو هيك بتعلموهن الله بحطكم في النار بتاخذوا سيئات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صديقكم حليفة. غرسوا فأكلنا ونغرس ويأكلون، دعونا نحافظ على شجرة نصفيها بالماء. ولأن الإسراف لا يجوز فنغلق الماء عند الانتهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في برنامج الصياد. الآن سوف نشاهد بترتيب البيئة. فلتفهم درسا يا درباس في معنى الجمال، ركز طبق شاهد عملا يرسله الأطفال. فلتفهم درسا يا درباس في معنى الجمال، ركز طبق شاهد عملا يرسله الأطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماريا مفرح من جيزان. مرحبا بكم يا أصدقاء البيئة، علينا أن نحافظ على البيئة وعدم رمي النفايات فيها. فلتفهم درسا يا درباس في معنى الجمال، ركز طبق شاهد عملا يرسله الأطفال. فلتفهم درسا يا درباس في معنى الجمال، ركز طبق شاهد عملا يرسله الأطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتفهم درسا يا درباس في معنى الجمال.